في الميدان أو قبل ذلك بقليل سدد كرة طويلة وعالية غلطته وسجلت في مرمى، حتى التعامل لم يكن بالشكل السليم صراحة، وكان خارج كثيرا من منطقته الحارس بلهندي حارس رديف نادي نيس، وأول هدف لمصلحة المنتخب الغاني في المباراة بشكل رائع. سدد هنا من بعيد الرائع جدا أيمن، أو الرائع جدا إسحاق،